بيتقال يا أستاذ دعاء إن سيدنا يونس قعد يدعوهم إلى الله 33 سنة، أكتر من 30 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، فصبر عليهم كثيرا صبر، ده صبر كتير جدا. وبعدين أوحى الله إليه أن يا يونس إذا لم يؤمن هؤلاء في خلال 3 أيام سينزل بهم العذاب. قدامهم مهلة 3 أيام. يعني سبحان الله، ربنا بيصبر على العباد، بس بقى في وقت خلاص لازم بقى الواحد ياخد قراره. بالظبط، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا إن شئتم، ابن عباس يقول اقرأوا إن شئتم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم عافينا، اللهم عافينا ونجينا يا رب. واحنا عايزين نقول ان احنا طبعا لما بنحكي قصص الانبياء بنتعلم منها، يعني احنا بنحكي القصه بنتبسط وبنستمتع بيها طبعا، بس احنا مش هدفنا التسليه، احنا هدفنا نطلع التعليم طبعا، نستفاد، ناخد بقى كل رساله من القصه دي. واحنا ان ما تتغرش، ممكن ربنا يسيبك لفتره لكن يعني لازم تراجع نفسك، لازم بالزبط. تراجع حساباتك، نلحق بقى نستغفر ونتوب، وكل واحد عارف ايه الحاجه الغلط اللي بيعملها والمظالم، ونرد المظالم، اللي ظلم حد، اللي اكل حقوق اخته في الميراث، اللي سرق من الشغل حاجه، اللي اخذ رشوه، اللي اتعامل بالربا، كل ده يلحق يرجع ويرد المظالم طبعا.